جديده بتخص هذه المباراه. طبعا احنا كسبنا 2-0 بهدفي حسين الشحات ووليد سليمان، الهدف الرائع والمميز جدا واحد افضل اهداف الدوري هذا الموسم. لكن في واحد في الحقيقه مش واخد حقه قوي ولازم نديله حقه بصراحه، عمرو السوليه نجم المباراه الاول امبارح، لعيب كبير جدا جدا في نص الملعب. والفتره اللي فاتت يعني الناس ما بتبقاش مركزه شويه مع عمرو السوليه، لما بس يبقى مستواه قلل شويه يقول لك اصل عمرو السوليه وحش. لا، الراجل بقاله فترة مستوى ثابت مع أي مدير فني بيبقى موجود، هو العنصر الأساسي في تشكيلة النادي الأهلي وبيضيف في الجوانب الهجومية والجوانب الدفاعية بشكل ممتاز. امبارح عمل 2 أسيست بالنسبة للهدفين بالنسبة للنادي الأهلي، الهدف الأول حسين والهدف الثاني أسيست أكثر من رائع لوليد سليمان. وطبعا وليد تصرف فيها بشكل ما فيش أحسن من كده بصراحة، يعني كرة حلوة وهدف حلو قوي يعني بنتفرج عليه. تفكير عمرو السوليه وان هو يودي الكره في المنطقه دي لوليد ووليد يلعبها بالاسلوب والتكنيك ده في الحقيقه امر ممتاز. الواحد وهو بيتفرج على الماتش قاعد يسقف يعني من حلاوه الجون، فبالتالي جون ممتاز جدا ونقاط 3 مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي في مشوار بطوله الدوري. من ضمن كمان المكاسب على مدار المباراه اللي فاتت دي اللي هي امام المقاولين والمباراه اللي قبلها كان ياسر ابراهيم بصراحه، لان ياسر ابراهيم مدافع كويس، جه فتره من فترات كده مستر فايلر يعني ما كانش بيستعين بيه، كان ليه بعض الملاحظات الفنيه. الميزه هنا بقى في اللاعب لما تدي له ملاحظات يشتغل عليها يطور من نفسه، فبالتالي يلاقي نفسه في التشكيل الاساسي. حصل مع ياسر ابراهيم الكلام ده، وده امر مهم جدا لازم نركز فيه. لما يكون اللاعب عنده نواقص سواء فنيه او نواقص خاصه بالتركيز مثلا ويقدر يعالج من نفسه ويشتغل على نفسه، فبالتالي يرجع ويبقى موجود في التشكيل الاساسي، امر مميز جدا بالنسبه للاعب، وشخصيه اللاعب بالطريقه دي تتناسب بالشكل الكبير مع فريق النادي الاهلي. ده اللي حصل مع ياسر ابراهيم، بيتالق على مدار مباراه الامس والمباراه اللي قبلها بشكل ممتاز، واعتقد هيكون من العناصر المؤثره جدا في صفوف النادي الاهلي خلال الفتره المقبله.